ايه دكتور ابدي يا راحت دكتور ابدي ميوت حتى الكل ابدأي دكتور ابدأي رجاء اي يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Today our lab is about entomology. دكتوره بس الصوت عيقطع فقط صوتي واضح عندك عبد الرزاق محمد البقيه انا مي واضح 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 دكتور واضح ظهر يمكن ضعيف ما حكت معي اوكي تمام دكتوره الساعه حسناته يلا Today our lab is about entomology summary. وحنعمل مثل summary لمختبرات الميديكال أرثروبود اللي أخذتها الأسابيع السابقة. طبعاً الميديكال أرثروبود أضاكمية دكتور أحمد مشكور بمحاضراته. اليوم حنعملها مثل summary. هاي ما تغني عن مختبرات اللي نزلت سابقاً بالأسابيع اللي راحت، ولكن summary مختبرات الثاثي. أوكي؟ Starting with medical arthropod, which why we study medical arthropod? Because they are host and vectors of a wide variety of pathogens. يعني نحن ندرس medical arthropod لأنه هي vector to many pathogens اللي سبب disease to the human beings. And they are causing also tissue damage and disease. Their stings may be poisonous. تمام؟ نحن نركز على medical arthropod لأنه الأرثروبود they are vector to many pathogens اللي سبب human disease وبحد ذاتها هي لدغة تسبب تشو دمج ممكن حتى تكون سامة. Medical arthropod لازم تعرفون life cycle ممكن نقسمها بصورة عامة إلى two types either incomplete metamorphosis or complete metamorphosis. Incomplete metamorphosis this type of life cycle involve the egg اللي تتحول إلى immature nymph stage ثم mature adult. عندنا three stages يعني الـ incomplete metamorphosis عندها ثلاث مراحل هي الـ egg والنمف والـ adult. مثال عليها منو يمشي بهذه الـ life cycle الـ lice والـ scabies الـ sarcoptes scabii. الـ complete metamorphosis إنه this type of life cycle involve الـ egg تتحول إلى larva ثم إلى pupa ثم adult. هون عندنا four stages egg, larva, pupa and adult ما عندنا نمف. تمام؟ النمف يشبه الأدلت. They are the small version of the adult. They looks like the adult, but they are sexually immature. اللي بالincomplete metamorphosis يحتوون على شيء اسمه النمف اللي هو small version من الأدلت ولكنه sexually immature. الcomplete metamorphosis ما عنده النمف، عنده egg ولarva وpupa ثم adult. هاي الصيوصة بالmosquitoes بالflies وبالfleas. هاي بصورة عامة. نبدأ باللايس. الأهم السبيشيز اللي سبب لنا هيومن ديزيز هي بيديكولاس هيومنس كابيتس وبيديكولاس هيومنس كوربورس والفثيرس بيوبس. هذول الثاثي سببوا لنا ديزيز للهيومن بين من اللايس. بيديكولاس هيومنس كابيتس اللي سموها الهيد لاوس اللاوس مفرد اللايس. البيديكولاس هيومنس كوربورس معنى كلمة كوربورس معناتها البادي فهي بادي لاوس والكابيتس تعني الهيد فهي هيد لاوس. Pediculus humanus capitis head louse, corporis body louse أو يسموهم clothes louse. Lephthirus pubis هاي يسموها أو يسموها crop louse هاي pubic louse. ال species الأسماء مالتها اعتمادا على ال habitat مال adult. إذا كانت ال وحتى ال eggs إذا كانت موجودة بالhead فهي head louse. إذا بالbody فهي body louse. إذا بالpubic area وال coarse hair بالجسم يسموها lephthirus pubis. All species cause a disease called pediculosis. Life cycle. إحنا قلنا lice تتبع incomplete metamorphosis. يعني عندها بس three stages اللي هي تبدأ بالegg وبعدين عندنا ال this is the egg. This is the egg. هاي الegg مالتنا. ثم النمف اللي هي three stages. First stage وsecond stage. وثيرد ستيج بعدين تتحول لنا الى الادلت ذس از ذا ادلت. تمام يعني تبدا بالايج ذس از ذا ايج تتحول الى نيمف اللي قلنا تشبه الادلت ولكنها ايش اصغر حجما من الادلت وسيكشوالي اماتشور وبيها 3 ستيجز فيرست ستيج وسكند ستيج وثيرد ستيج. هاي تقريبا الايج باللايس تختلف مكانها اعتمادا على السبيشيز مالتنا. يعني الايج بحاله
بحات الهيد لاوس تكون اتاشت فيرملي مثل السمنت، كنيها مسمتي كنيها بها جيمنتو ملتصقه بالهير اوف. اذا كانت عندنا هيومن بيديكولوس هيومن سكابيتس فهي تتصل بالهير شافت اللي يكون بالهيد، واذا كانت بيوبيك اللي هي فيرس بيوبس البيوبيك لاوس تكون متصله بالهير شافت اللي هي مال بريانال ريجن اور كورس هير ان بودي، ممكن تكون حتى المستاج. إذا كانت كلوذس راح تكون مرتبطة بالكلوذس فايبرز، يعني هي متصلة بشعر الإيج تكون متصلة بالشعرة إذا كانت بديكولوس هيومنس كابيتس أو ثيرس بيوبس اللي هي البيوبيك لاوس، يعني إما هيد لاوس إما بيوبيك لاوس. بالبودي لاوس الكوربوريس تكون متصلة بالكلوذس فايبرز، بالكلوذس فايبرز ما متكون بالسكين، ما بالهير اللي موجود بالسكين مال البودي، لا بالكلوذس مال فايبر، بالفايبرز مال الكلوذس. تمام. الايج تحتاج تقريبا 1 ويك حتى تتحول الى النيمف اللي هي 3 ستيجز، فيرست ستيج سكند ستيج وثيرد ستيج، تقريبا الى 1 ويك الى حد 2 ويكس ممكن بعدين تتحول من النيمف الى الادلت. الادلت ممكن تعيش اب تو 2 ويكس في حاله الادلت لايس البيوبيك للهيد للبودي كلهم ممكن تعيش الى حد أسبوعين أو إلى حد 3 أسابيع. فالمهم أنه لازم تعرفون أنه بها 3 stages egg ونمف وأدلت. طريقة الانتقال، طريقة الانتقال نعرف بكل لايف سايكل لازم نعرف شنو الهابيتات، الهابيتات according to the species. أنا طبعا كنت عملتوكم جدول بالمختبر اللي نزلتونه بنو كل الفيتشرز، قلتوا أنه إذا كانت head louse الهابيتات مالتها الهير of the head، وإذا كانت body louse هي clothes fibers، وإذا كانت أو الكورس هير، إذا كانت العفو بيوبيك لاوس هي الكورس هير أو البيرينال هير أو البيوبيك هير، هذا الهابيتات. طريقة الانتقال لازم تحتاج لكلوز بيرسون تو بيرسون كونتاكت، سواء كانت هل هي هيد لاوس إلا بيوبيك لاوس إلا العفو بودي لاوس. البادي لاوس ممكن لها طريقة أخرى بالانتقال اللي هي عن طريق sharing clothes of infected person، أو عن طريق البيوبيك لاوس الطريقة تختلف عنهم هي sexual contact with infected person. So أول وحدي الهابيتات عرفناها according to the species، ثاني وحدي method of transmission قلنا according to the species أيضا، كل close person to person contact ما عدا sexual contact في حالة البيوبيك لاوس، البقية يحتاج من person to person contact. الـ habitat قلنا according to the species. This is the life cycle. في الـ life cycle لازم تعرفون أكو عندنا morphology morphological structures مهمة اللي هي أشني الـ X. الـ X أو يسموها الـ nets، هذه يسموها الـ nets اختصار أو كلمة ثانية للـ X بحالة الله يسموها الـ nets. ها هي الـ nets، هاي صورة من مختبراتنا، هاي النت مال إيش of lice any species لأنه متصلة بالهير شافت، فهي بديكولوس هيومنس كابيتس أو بديكولوس هيومنس أو الفثيروس بيوبس العفو اللي متصلة بالهير of the head or hair of the pubic region. إذا كانت في حالة البودي لاوس تكون ويصة بالإيج موجودة بالكلوذس فايبرز، يعني موجودة بالملابس الشخص المصاب وليست متصلة بالهيد. هذا أول ستركشر مهم عندنا باللايف سايكل، الإيج اللي يسموهم النت اتاشت فيرملي مثل السمنت أوكي للهيد، يعني حتى مقصد نجي نسحبها بقوة. This is the egg. The other structure اللي هو مهم عندنا باللايف سايكل هو الأدلت. النيمف قلنا تشبه الأدلت بس سيكشوالي إماتور، فنعبغى وناخذ الأدلت. الأدلت الشيب مالته يختلف according to the species أيضا. البيديكولوس هيومنس كوربوريس والبيديكولوس هيومنس كابيتس يعني الهيد لاوس والبودي لاوس عندهم the same shape تقريبا. البودي لاوس شوية أكبر بالحجم ولكنها the same shape. They are all اثنينهم يكونون tiny insect about the size of سمسم اللي مثل حجم السمسم حب السمسم. الهابيتات differs according to the species يعني in case of كابيتس موجود ويصب بالهيد هير تمام قريبه من السكالب، اذا كانت بالكوربوريس تكون بالكلوذس. كلوذس عاده هي بالكلوذس تعيش بالكلوذس وتحط الاكس مالتها بالكلوذس ولكنها تعتمد على البلد
مال الهوست اللي هو الهيومن بينجز، تروح تاخذ فيدينج وترجع مرتلخ على البودي كلوذس. يعني اللايس هي من جماعه البلود سكينج انسكت، تمام، ويعتمدون على البلد فور ذير فيدينج. يعني اذا ما موجود البلد هذول الانسكت اللايس يموتون خلال 1 تو 2 دايز اذا ما مرتبطه ما عاد تعمل بلود سكينج من الهوست اللي هو الهيومن بينج خصنا، تموت خلال 1 تو 2 دايز. تمام، الشيب بس نرجع على ادلت الشيب اعتقدنا عندهم ذا سيم شيب. من ايش يتكون هسه؟ من ايش يتكون الدمالتم؟ يتكون من هيد، ذس از ذا هيد، وذس از ذا ثوراكس، وذس از ذا ابدومين. 3 بارتس، هيد وثوراكس وابدومين، تمام، 3 بارت. الهيد، الهيد ايش بينه؟ الهيد بينه تو انتنا، تو انتنا، وبينه الماوث بارت تكون مخصصه للبلود سكينج، لان قلنا هي بلود سكينج انسكت. الثوراكس بينه ايش؟ بينه 3 بيرز اوف ليجز، 3 بيرز اوف ليجز اللي على التو سايد، وتنتهي بايش؟ تنتهي بكلو، ذيس از ذا كلو، مثل المخلب. ليش يساعد على الارتباط بالهير او بالكلوذس فايبر، تمام، وما تكون بيها هير متصله بيها، هاي الليكس مالتها ما متصله بيها شعيرات حتى يميزها عن غير سبيشيز. يعني الكابيتس والكوربورس بيها 3 بارت، هيد وثوراكس وابدومين، والهيد بينه انتنا وسكينج بروبوسز، والثوراكس بينه ليكس، وما تكون هاي الليكس مرتبطه بيها شعيرات. وعنركز على هاي النقطه لانه حتى يميزها عن الفيوبس اللي تكون متصله بيها شعيرات هاي الليكس والابدومين، تمام. والسايز مالتها تقريبا 20 الى تقريبا 2 to 4 مليمتر. الاكبر هي الهيومنس كوربورس والاصغر هي الكابيتس، وتكون عاده جريش تو وايتش ان كلر. الادلت اوف ذا ثيروس بيوبس شلون تبين؟ ايضا تايني انسكت، لكن الحجم مالتها تكون سمولر ذان the corporis and capitis. ليش؟ هي تشبه حتى يسموها crop like، تشبه الحصان. نعم، تشبه السرطان. ليش حيوان السرطان؟ ليش؟ لانه ما ايضا متكون من head وثوراكس وابدومين، بس الثوراكس والابدومين fused to each other فيبينون one segment، يعني كانيها متكونة من two segment، الهيد والثوراكس والابدومين fused in one segment، ولهذا تبين أصغر بالحجم من الهيد والبودي لاوس، وتكون yellowish to brownish in color. والهابيتات ما لتقلنا لأنه هي في ثرس pubis فهي موجودة بالcoarse hair attached to the coarse hair of the body or to the pubic hair or preanal hair، تمام. وعندنا بالهيد أيضا ماوث بارتي يعني تكون مخصصة للبلود سكينج، وعنده تو أتنة، والثوراكس أيضا عنده 3 pairs of legs، وأيضا تنتهي بالكلو اللي هي المخالب. وكاركترستيك اللي دخلوا على هذا ننأشروا هذا قطوكم، هذه الهير اللي أتاشت بالليكس هاي ما موجودي in case of pediculus humanus corporis إلا pediculus humanus capitis، وتكون تشبه السرطان او كراب لايك، تمام، وتكون سمولر تقريبا السايز مالتها تقريبا less than 2 مليمتر. هذا السلايد يبين لنا صوره من مختبرنا. هسه هذا اشنو تقولون adult of pediculus humanus capitis او adult of pediculus humanus corporis؟ ليش ما قلنا فيروس بيوبس؟ لانه الفيروس بيوبس يكون لها شكل اخر ما عندنا وما كنا نزلناه، يكون شكله مشبه اصغر الحجم، بتشبه السرطان. هذه لانه متكونه من ثلاث اجزاء واضحه من الجسم، الهيد والثوراكس والابدومين، فهذه اما هيد لاوس اما تكون بودي لاوس. تكتبون الادلت اوف بيديكولوس هيومنس كابيتس او الادلت اوف بيديكولوس هيومنس كوربورس، والوصفه يبقى اذا قلتوكم ديسكرايب توصفوا لي كل جزء منها. ويصب الهابيتات مالتها according to the species. الميثود of transmission أيضا according to the species. هسه نجي على السركوبس. العفو دكتورة زينة. عيني دكتور أحمد. ممكن لو يعني موضوع ونشاش عنده مسئلة علينا.
أي بعيني نتناقش معه وبعدين عبر على الأخ اللي عنده أي سؤال خلي يتفضل على اللايس. طلاب إذا عندكم شيء على اللايس إذا ترفعون إيديكم أو تفتحون رأس الاستماع وتسألون عادي. اللي عنده أي سؤال عن اللايس خلي يتفضل. طريقة الانتقال أو الشكل ما فهمه أو الاسم ما عوفقوا له أو ما يعرف إيشون انتقلت أو إيشون انشخصه. طلاب لو جبنا لكم هاي الصورة الآن المعروضة إيش راح تجاوبون عليها؟ إيش راح يكون إجابتكم؟ بالعملية. أكو أريد واحد يجاوب. Anyone؟ قلنا لك identify this parasite. إيش نهي؟ إيش نجاوب؟ slide showing human species. يحكي نعم منو؟ adult of human scapitis corporis أو adult of human scapitis human scapitis اسمه. لا 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 تكتبين adult of pediculus humanus capitis or adult of pediculus humanus corporis. في هذه الحالة أنت حتاخذين درجة كاملة. يعني الاحتمال فقط لو كتبتم فقط adult of pediculus humanus capitis أو فقط adult of pediculus humanus corporis فأنت حتاخذون نصف الدرجة. هاي لازم تنتبهون عليه لأن هذا المورفولوجي for two species. زين اثنينهم نفس المورفولوجي لكن لو جبنا لكم واحد هذه الصورة معها هير اللي عليها النت لا رأسا تقولون pediculus humanus capitis. زين إيه. ديك واضحة يعني قصده يعني إذا جمعنا قصده إذا جمعنا هاي الصورة مع صورة اللي قبلها عفوا مع إيه هاي الصورة مع this one مع this one لازم تقولون pediculus humanus capitis ما تقولون إذا مع صورة الملابس تقولون corporis. إذا مع الملابس تقولون هاي corporis بس إذا جيت بواحدة لا تقولون pediculus humanus capitis or pediculus humanus corporis. زين زين. طبعا والدياجنوزيس يعتمد على فايندينج نفس الادلت او الايج اما باي نيكت اي نشوفه بعيننا او باي يوزينج كومب. الكومب هو مشط هذا المشط البلاستيك المعروف عندنا او اكو شيء اسمه الكتريكال كومب اللي هو يستخدم كدياجنوستيك اند ايفن ثيرابيوتيك لانه يجمعه ويشيله. والاكس حتى نعرفها اكو نقطه يعني كلش مهمه لكم بالعمل راح تشوفوها حتى تعرفون انه هذا الشخص عنده اللايسي اللي هي القمل هل هو هذا شخص معدي الا لا لازم تعرفون انه هذا مالته الايج هل هي حيه ام لا. عشان نعرف هل هي حيه او لا تكون لازم اذا كانت حيه متصله بالهير شافت القريب من السكالب وذن ديستانس نوت مور ذان 4 انش يعني كلش قريبه من السكالب. هاي النقطه الاولى. النقطة الثانية ما تكون بعيدة يعني ما متصلة بالهير شافت اللي يكون بعيد ما يعني بنهاية الشعرة لا تكون قريبة من الهيد سكالب. هاي النقطة الأولى يعني قريبة من قاعة الشعرة هاي يعني لازم تكون هاي نقول عينه هذا معدي وتكون صعبة ممكن نشيلها attached firmly ما مثل اللي تكون dead. اللي تكون dead تكون نهاية الشعرة وتكون easy to be removed وحتى ممكن نخربطوها مع dandruff أو مع spray hair أو any dirt تمام. بس حتى تقولون إنه هذا الشخص هل هو إصابته حية ومعدي للأشخاص لازم تلقون الإج أو الأدلت حيين. إذا هي اللايس هي نفس القملي يعني شوفوها حية فهذا active. إذا ما شفتم أو شفتم الإيج لازم تكون قريبة من السكالب. هاي حتى تقولون إنه هو شخص معدي يعني لازم نبتعد عنه خاصة بالكابيتس والكوربورس يكون قلت لكم موجودة أكثر لازم نعمل إكزامينيشن للكلوذس مال الشخص هو نفسه حتى الفترس بيوبس ممكن تكون أتاشت للأندروير مالتهم. أوكي بس أكو أحد عنده سؤال بعد على اللايس. اوكي نكمل هذا دكتورة عبارة اصلا نبدي بالساركوبتس كيبياي اللي هي يسموها الاتش مايت الترانسميشن مالتها سكين تو سكين كونتاكت وذ انفكتد بيرسون يحتاج له كلوز كونتاكت للايش للشخص المصاب سكين تو سكين كونتاكت اور سيكشوال كونتاكت اور شيرينج انفكتد كلوذز. طبعا السكيبياي هي داء الجرب اللي يسمونه الاتش مايت اللي كاركترستيكلي عندهم انتنسيف اتشينج سبيشالي ات نايت
تمام؟ الميثود اوف ترانسميشن يحتاج لكلوز بيرسون تو بيرسون كونتاكت هاي، او ممكن حتى شيرينج البادي كلوذز اور ايفن حتى الشراشف اللي مال السرير. ليش اقول كل شخص يروح مثلا حتى في فندق او شيء لازم يبدل الشراشف، لازم يبدل الوتش مال المخدي، كلها هاي تنقل خاصه بمناطق يعني بوفرتي اور بور هايجين بيها. الانفكتيف ستيت هي الامبريجنيتد فيميل، يعني الفيميل الحامله للاكس، تمام. الهابيتات مالتنا السكن هي سيركوبتس كيبي اي كاركترستيكلي ايش تعمل؟ تعمل ديجينج، تعمل تنل انسايد ذا ابيديرمس، تعمل تنل يعني مثل خدود داخل الابيديرمس. داخل هذا الابيديرمس خاصه اثناء فتره الليل الفيميل تعمل لينج للاكس افتر ميتينج وذ ميل، تعمل لينجز للاكس 1 تو 2 اكس. هذا اللينج مال الاكس هو اللي يسبب لنا السيفير اتشينج اللي خاصه يكون اثناء الليل. فوجود الامبريجنيتد فيميل هو الانفكتيف ستيج، الهابيتيت هو السكن، الديزيز يسمونه سكيبس اللي هو داء الجرب، اما المايكرو اورجانيزم فيسمى ساركوبتس كيبي. المورفولوجي how it appear، they are a small insect about creamy in color about less than 0.4 millimeter in length and they have characteristically four pairs of leg. They have characteristically four pairs of leg. This is pair ثاني ثالث رابع، عندهم characteristically أربع pairs of legs. ليش عاد أركز على هاي النقطة؟ لأنه حتى مميزها عن اللارفا اللي تكون ايش مالتها، تكون بقى فقط 3 pairs of legs. طبعا الساركوبتس كيبي اي هي مثال على الايش الانكمبليت ميتامورفوزز، مثال على الانكمبليت ميتامورفوزز. يعني ايش الانكمبليت ميتامورفوزز؟ يعني عندنا ايج ولارفا او نيمف ثم ادلت، ما عندنا بيوبا، تمام. فهي يسوبيا incomplete metamorphosis. الدياغنوسيس هو كان دياغنوسيس الشخص المصاب بداء الجرب، clinical diagnosis this is the most important. يعني يجينا شخص كان جانا مثلا من بيئة poor hygiene مثلا with poverty with crowding مثلا من سجن أو هو فقير الحال أو مكان نعتقد أنه الهايجين مالته قليل، شخص هو يبين dirty، يصير عنده نشعره عنده characteristically intensive itching intensive itching the whole body خاصة أثناء الليل، وخاصة بأي مناطق اللي تكون ما بين الأصابع، ما بين الأصابع مالهاند أو ما بين أصابع الرجلين، لأنه هناك أكثر مناطق اللي تنتقل بيها وتعمل التنل الأدلت، تمام؟ هذا clinical diagnosis. إذا عدنا وطريقة يعمل confirmation للdiagnosis هو finding the adult نفسه أو finding the X أو يسموها الفيكال ماتيريال مالتها. أشو نعمل له؟ أشو نلقيها؟ إذا عرفنا مكان وجود الأدلت نعمل scraping أو نجيب النيدل نطلع الأدلت ميل الأدلت العفو insect مالتها والأدلت مالتها ساركوبتس كيبي اي هاي بالحيفي مال النيدل على نعمل scraping ونطلعها أو examine under the microscope. هاي يعمل confirmation للdiagnosis. بس أكثر diagnosis للجرب اللي أنتم حصادفونه بحياتكم هو clinical diagnosis، بين هذاك هو، تمام. Failure to identify mites or eggs or fecal mite fecal materials does not exclude the diagnosis of scabies. يعني نحن إذا جانا patient عنده intensive itching من منطقة مثلا من سجن أو قلنا منطقة بها crowded وبور هايجين وعنده intensive itching، يعني هذاك هو وسكيبز، تمام. بس إلا دنوشع المايت لا، ما إلا يعني إذا كلينيكال موجود فهو يكفي، وإذا شفناها نعمل إذا طلعناها فنعمل confirmation للdiagnosis. طبعا كصورة ما عدنا يعني صورة واضحة من المختبراتنا، وإذا عدنا شيء حنشوفكم هو إن شاء الله بمختبرات الجاية. هو أصلا مختبر جدا مبسط واختصر لكم هو كثير دكتور عمر، وعطاكم هو دكتور أحمد مشكور. بس اللي عنده سؤال بالساركوبتس كي بي اي يرفع ايده او يسال عادي. طلاب اوكي عندكم سؤال؟ بس زين المريض عادي موجود شلون؟ يعني صوره كلينيكال للبيشنت اي ما واضحه بالعملي صوره للكلينيكال بيشنت يعني شو يعني مثل ما قلت انه بالنيدل انه نستخرج الادلت اي ما واضحه يعني مثلا
طريقة شن استخرج مثلا أو صورة توضح بالمختبر. يعني تريد الميثود يعني you want the method. ممكن دكتور تضيفي لمية إذا يريدوها بس يعني بصراحة إحنا خففنا عليكم يعني بشغلات إضافية أما إذا تحبون عادي دكتور ممكن نضيف الكمية يعني ما فرق شيء. هي عبارة عن نيدل you can use a tiny needle and go to the burrow تعمل يعني في digging أكذ بالبرو تحاول أن تسحب outside تأخذ the tip of the needle ممكن on the slide and then you ممكن يعني you can put a cover slip on it and examine it under microscope. تأخذ أكثر من منطقة طبعا تأخذ the highly risky areas يعني lesions اللي موجودة بالمناطق اللي يعني not all the body is affected بالبداية خاصة يعني early stages زين البرينال areas ممكن تأخذ between the fingers reflexor areas زين الأكسيلري أريا around the nipple هاي ممكن إنه تأخذ المناطق هاي تأخذ منها هذا السكراب إحنا نسميه السكراب. ليش سكراب؟ أنت بالنيدل تحاول إنه تعمل سكراب من هذا البرو and examine. الأفضل إنه تفحص أكثر من مكان لأنه خاصة بالنورمال سكيبيز السكيبيز العادي هذا اللي نخشاه فممكن أكو 10 إلى 15 هو المكان أدل. اللي راح يشتكي منه بالضبط مثلا من ال هو عادة أكو أكثر من مكان يشتكي أنت الأفضل كطبيب تأخذ من أكثر من مكان زين السكرابينج حتى تفحصه تسوي فت 3 سلايدات 4 سلايدات أشقد تزيد عدد السلايدات اللي أنت حتفحصها عدد المكانات أشقد يكون أفضل إيه هو عموما يعني هو كلينيك بس الميكروسكوبيك يعني الميكروسكوبيك الاكزامينيشن هو عادة يكون يعني لل كونفيرماتيف ولكن مرات مثلا من يجي عندك كراستد سكيبيز وهذا ديفرنشال دايجنوزز معناته اذر بروبلمز بعض انواع السرايسز بعض انواع هون ممكن انه تحتاج يعني مور لابوراتوري اكزامينيشنز وهون يعني اليلد مالتك بالميكروسكوبي يكون افضل. اي نعم. وهي عادة ليش تفضل المناطق الفليكسر واللي بتوينها هي يعني من هم من البلود سكينج انسكت يعني تفضل الاماكن اللي راسا يصير بيها كونتاكت مع السكين وتعمل بلود سكينج ولا تشعوها بالفليكسر ريجن او بالاكزيلري او حتى بتوين ذا الفينجرز مال هاند او بالتويز لانه هم هي بلود سكينج انسكت يعني بوث اللايس والساركوبتي سكيبي بلود سكينج انسكت تمام فتحتاج مناطق تكون قريبه من السكن فتعمل لها مسحات في حاله تعمل كونفورميشن مثل ما قال دكتور احمد اذا عندك ديفرنشال دايجنوستس اللي هي معظم التشخيص اللي انتم راح تشوفونه ان شاء الله بخير وسلام تكملون فقط كلينيكال الكونفورميشن هذا يعني الميكروسكوبيكال فقط كونفورميشن للدياجنوسيس اذا كان عندنا كونفيوزد دياجنوسيس مالتنا هو الترانسميشن يحتاج لونج تايم كونتاكت اي مور ذان يعني مو شيكينج هاندز او يعني يحتاج كونتاكت شويه لونج تايم اي مور ذان وفي هذا ممكن يعمل ترانسميشن فور سكيبز ولكن هو كونتاجيوس ديزيز عن الهاوس هولد الناس الموجودين ما يعرفون مثلا هو بينه مشكلة أيضا إنه ممكن إنه ينتقل قبل ما تظهر ال clinical signs and symptoms مالته. فهو contagious يعني مرض يعني مزعج وعادة في المناطق المغلقة بمناطق الكامبس. المخيمات. يعني بالمخيمات بالسجون. كثير تجي. كنا قبل يعني المقيمين يطلع دوام بالسجون. على السجون. قبل 2003. أي. يعني حيل كان موجود كثير يعني يعني السكيبز وبينه مشاكل يعني حتى بينه ريزيستنت كيسز يعني فموجود يعني بكثرة وهو فد مرض واسع للانتشار وصح ما خطر ولكنه ممكن انه يبقى لايف لونج يعني اذا ماكو تريتمنت ممكن انه يبقى لايف لونج يكون انوينج ومزعج يعني الاتشينج ويعمل سيكندري بكتيريال انفكشن واكو بينه انواع النودولار والكونتيجوس والكل السكين فبيها انواع كثيره يعني صراحه. طيب طلاب اي نوع من السكيبيز ما يحتاج لونج تايم كونتاكت؟ اي واحد يقول لي وش تايب اوف سكيبيز دازنت نيد لونج تايم كونتاكت يعني هكذا فيو سكندز ينقلل وش تايب اوف سكيبيز كراستد سكيبيز
عافية. كلاستر سكيبيز هو كلاستر سكيبيز يعني أي شيء من تنسألون هاك السؤال فكلاستر سكيبيز هو زين. Which type of scabies will be the result of cluster scabies transmission? Now, if you if a person has contact with a person with the cluster scabies, إيش راح يصير عنده؟ Usual scabies عادي. يصير عنده usual scabies عادي. بس المشكلة إيش نيه إنه transmission سريع. يعني أي contact مع أنومية بالمية تأخذ الديزيز. ما بينه التفاهم. يعني هي السكيبس ثلاث انواع اما اليوجوال او النودولار او الكراستد اللي هو يكون مور سيفير اللي يكون انتشاره اكثر خلال ثواني الا الاعتياد عادة يكون هذا بالاميون كومبرومايزد بيبل يكون يصير بالاميون يكون هذول هايلي كونتاجوس. اوكي اوكي كمل كمل نكمل هذا. أنوفيليز موسكيتو، هسا نبدي بالموسكيتو، تأخذ عليها مثال الأنوفيليز موسكيتو. ليش ركزنا على الأنوفيليز؟ لأن إحنا أخذنا بالفصل الأول الأنوفيليز موسكيتو هي البرايمري فيكتور مال هيومن ملاريا، وقلنا ركزنا بوقتها على أنه only the female will transmit the disease because only the female will take a blood meal that is necessary for egg production. يعني الأنوفيليز موسكيتو الفيميل هي الوحيدة اللي تأخذ blood meal وهي الوحيدة اللي تسوق لنا الديزيز، وهذا البلد ميل مهم for what for their egg production. يعني ما يحتاجون حتى الميتينج، الميتينج البلد ميل هي اللي تعمل لهم الايج تمام، والفيميل هي الاولي تو ترانسميت ذا ديزيز، الميل ما يعمل ترانسميشن للملاريا. سو نحن نركز على الانفليز لانه هي الفيكتور مال هيومن ملاريا. اللايف سايكل نحن قلنا الانوفيليز موسكيتو الفلايز والفليز الموسكيتوز والفلايز والفليز تتبع شيء اسمه complete metamorphosis. أشنو complete metamorphosis؟ إنه life cycle بيها four stages اللي هي الegg starting with egg then the larva then the pupa then the adult egg ثم larva ثم pupa ثم adult أربع stages. وهاي first three stages الegg واللarva والpupa تكون aquatic يعني موجودة في الماء. طبعاً هي الأنوفيليز موسكيتو عادة تحتاج مناطق تكون دام وهط يعني مناطق حارة ورطبة، وتكون الإكس مالتها في الماء. هاي الستاجنيتد ووتر بيها إكس، الإكس خلال أسابيع تتحول إلى أسبوعين تتحول إلى لارفا، اللارفا تظل في حالة تطور ثم تتحول إلى البيوبا، وبعدين البيوبا خلال 2 ويكس تتحول ممكن إلى أدلت موسكيتو اللي سبب لنا الفيميل اونلي تسبب لنا الهيومن ملاريا. سو اول 3 ستيجز اكواتيك والادلت تكون موجوده بالنيتشر. هسه المورفولوجي حنركز فقط على الادلت، ما لنا علاقه بالايج ولا باللارفا ولا بالبيوبا. الادلت مالته ايش تبين؟ طبعا هذا مخطط مفصل ايش هون يبين لنا الاجزاء الرئيسيه مال انوفيليز موسكيتو. بيش متكون ايضا من هيد وثوراكس وابدومين، 3 بارت هيد وثوراكس وابدومين تمام. الهيد ايش بينه؟ بينه ايز تمام، وبينه انتنا 2 بيرز اوف انتنا ذس از ذا انتنا، وبينه something يسمونه maxillary pulp هاي الاستشعار يسموها maxillary pulp اللي تكون محيطة بالشغلة يسموها البروبوسز. هذا البروبوسز أشو البروبوسز هو اللي عن طريقه تعمل blood sucking الماوث بارت مالتها يسموها بروبوسز اللي تكون مخصصة للblood sucking. حوالينه أكو maxillary pulp هذول الاستشعار هيم والأنتنة تمام، وأكو عنده two compacted eyes. بعد هذا موجود إيش بالهيد. الجزء الثاني بينه الثوراكس. الثوراكس إيش بيها؟ الثوراكس بيها 3 pairs of legs characteristically with إيش 2 pair أو 1 pair of wings. الwings بيها نقطة مهمة إنه they are black spotted. أولا الحجم مالته تقريبا 14 مليمتر إلى 1 مليمتر تمام، وتكون إيش grayish to blackish in color، وتكون مكونة من 3 أجزاء الهيد والثوراكس والأبدومين. والهيد قلنا بينه الأنتنة والمكزيلري بالب والبروبوسز، الثوراكس بينه الوينكس اللي كاركترستيك تكون كنية منقطة ببلاك سبوت. هاي بلاك سبوت كاركترستيك للأنوفيليز موسكيتو. والأبدومين تمام، هاي 3 بارتس هي اللي تميز
الأنوفليز موسكيتو حتى نميزها عن الساند فلايز وعن بقية الموسكيتو اللي موجودة عندنا بالنيتشر. هسا ايش نميز الانوفليز موسكيتو عن النظر موسكيتو اللي هي من اللي هي ايش الكيوليكس بايبس مثلا. اللي يميز انها هي ثلاث شغلات البالب والانتنا والتيبيكال ريستينج بوستشر. ايش تعمل ريستينج بوستشر الوقت اللي ترتاح بينه الانسكت البوزيشن مالته او الشيب مالته ايش يكون بالانوفليز موسكيتو كاركترستيكلي الابدومن مالتها تكون سترايكينج ذا اير الابدومن مالتها تكون ابورد سترايكينج ذا اير هاي بالانوفليز هذا الريستينج بوزيشن مالتها كاركترستيك مال انوفليز موسكيتو. حالة الكيوليكس بايبنز دحكوا على المالتها الوينكس ايش تكون بالريستينج بوستشر تكون بارالل للسيرفيس اللي هي ريستينج اون تكون بارالل موازيه للسطح اللي هي ريستينج اون. ان اما الانوفليز موسكيتو فتكون سترايكينج الابدومن مالتها سترايكينج ذا اير ذس از ذا بوستشر اللي يميز لنا الانوفليز موسكيتو عن بقية الموسكيتو مثال عليها الكيوليكس بايبنز. هاي أول اختلاف الريستينج بوستشر مالتها. ثاني اختلاف اللي عندنا قلنا الأنتينا والمكزيلري بالب لازم نلاحظهم. هسه هون أريدكم شوية تركزوا معي. نحن قلنا هذا كله من الهيد بارت هذولي كله من الهيد بارت أوف عندنا أنوفيلينز موسكيتو والكيوليسينز موسكيتو. الأنوفيلينز والكيوليسينز بوث عندهم ميل وفيميل. اللي يميز الميل سواء كان أنوفلين أو كيوليسينز إنه هو هيري هيري أنتنا يعني يسمونه بلاموز هيري أنتنا. الفيميل تكون قليلة الهير less than hairy than the male بلايوز تمام بلايوز أنتنا. فأول ما ندحق على الأنتنا إذا كانت الأنتنا هيري فهو ميل سواء كان أنوفلين أو كيوليسين. أما إذا كان الهير بالأنتنا قليل فهو فيميل سواء كان أنوفيلين إلا كيوليسين. هسا إيش نحدد السبيشيز ندحق على البروبوسز هذا البروبوسز وندحق على هسا إيه هذا البروبوسز تمام وندحق على المكزيلري بالب. إذا كان المكزيلري بالب this is the maxillary bulb هذا المكزيلري بالب هذا نختصره بالإمبي وهذا البروبوسز تمام هذا البروبوسز. البروبوسز إذا كان the same length of maxillary pulp فهو إما أنوفيلين موسكيتو الميل والفيميل تكون بيها متساوية البروبوسز مع متساوي البروبوسز مع الماكزيلري بالب أو حالة وحدة هي الميل of the كيوليسين الميل of the هذا الميل of the كيوليسين characteristically أيضا الماكزيلري بالب وال this is the proposus this is the maxillary pulp يكون تقريبا نفس السايز. فايش نميز الميل مال انوفيلي عن الميل مال كيوليسيز؟ احنا قلنا اكيد هو ما في ميل لانه ليس هذا ليس هيري بس هي يا ميل اوف انوفيلين يا ميل اوف كيوليسيز. ايش نميزه عن طريق هذا هذا البارت الاند اوف ذا بالب. اذا كان الاند اوف ذا بالب يكون متوسع اكسباندد ويكون راوندد اند هذا انوفيلين موسكيتو. اذا كان غير متوسع عادي هذا كيوليسيز بايبس. فاهم النقاط اللي تميز لنا السبيشيز مال هل هي انوفيليز موسكيتو الا كيوليكس بايبنس هي البايب المكزيلري بالب والانتنا. اول ما ندحقنا على الانتنا هيري ميل بلاموز انوفيلين الا كيوليسينز نوت هيري فيميل. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه المكزيلري بالب والبروبوسز نفس الطول هذول انوفيلينز او الميل اوف ذا كيوليسينز. عشان نميز الميل مال كيوليسينز عن الانوفيلينز بالاكسباندد rounded end اللي موجودة بالمكزيلري بالب بالأنوفيلينز اللي ما موجودة بالكيوليكس بايبنس ميل. فهاي النقطة تميز النهيم. أما الفيميل في حالة الكيوليكس بايبنس تكون مالتها المكزيلري بالب كلش صغيرة smaller than the proposes تمام. بس أشيكم صور من مختبرنا هسه هذه إيش أشو نقول عليها نقول عليها adult of منو انوفيلين موسكيتو او انوفيليز موسكيتو adult of انوفيليز موسكيتو. لازم نحدد السبيشيز هل هو ميل ولا فيميل. عشان نعرف ميل دحقوا على الانتنا مالته تكون ايش تكون هيري this is plumose.
كاركترستيكلي الاند مال ماكسيلري بارت ضحكوا عليها شلون راوندد اكسباندد اند، هاي ايضا نقطه مع الميل انوفيليز موسكيتو، فايش نقول عليها؟ This is the male of anopheles mosquito. Why? Because it has a hairy antenna and the maxillary pulp as length as long as the proboscis with expanded rounded end اللي يميز لنا الانوفيليز موسكيتو عن الاذر كيوليكس بايبنس موسكيتو. تمام، هاي النقطه الاولى، هذا اول سلايد من في مختبرنا. السلايد الثاني، This is another slide. إيش بينه؟ فقط الـ head part مال موسكيتو، هل هي كيوليكس أو أنوفيليز؟ إيش الميزة؟ أولاً نعرف هل هي ميل ولا فيميل. قلنا أول ما ندحق ندحق على الأنتينا، دحقوا على الأنتينا شوني هيري، so it is male. هذا ميل، هذا ميل، هذا ميل، this is ميل. النقطة الثانية ندحق على الإيش؟ ندحق على الـ proboscis والماكسيلاري بالب. إذا كانوا بنفس الطول فهي إما أنوفيليز موسكيتو أو كيوليكس بايبنس ميل. زين إيش هو الميز؟ قلنا بيناتهم ندحق على نهايات المكزيلري بالب، إذا كانت متوسعة ودائرية فهي أنوفيليز، هوني ما متوسعة ولا دائرية فهذه كيوليكس بايبنس. يعني النقاط المهمة هي الأنتنة والمكزيلري بالب، ندحق عليهم الإند مالتهم وندحق على الهيري أور نوت حتى نعرف هل هو ميل أور فيميل. هاي صورة اللخب مختبرنا واضحة جدا. النقطة الثالثة الهيد بارت اوف فيميل انوفيليز موسكيتو، هسه هذه هيد بارت اوف منو موسكيتو، هل هي انوفيليز موسكيتو الا كيوليكس موسكيتو؟ لا هذه انوفيليز موسكيتو. ليش؟ لانه هسه هذا راح نأشركم، this is the proboscis، هذا البروبوسيس وهذول الماكسيلاري بالب، هذا وهذا ماكسيلاري بالب وهاي الانتنا، this is هاي انتنا، هاي أنتنا وهذولي المكزيلري بالب. تمام، وهذا البروبوسيس، هذا البروبوسيس. فأول ما ندحق ندحق اللينكث مال المكزيلري بالب يكون مساوي للبروبوسيس فهو أنوفيليز موسكيتو. ميل إلا فيميل اللي حددنا هو الأنتنا، الأنتنا تكون بلايوز يعني قليلة الهير فهذه فيميل أنوفيليز موسكيتو ما كيوليكس بايبنس. الكيوليكس بايبنس ما عندنا صورة لها، تكون قصيرة المكزيلاري بالب اللي يميز إن هي عن الفيميل أوف أنوفيليز موسكيتو. أوكي استخلصت الأنوفيليز موسكيتو، أحد عنده سؤال عليها؟ أحد ما افتهم الميل والفيميل؟ طلاب معي؟ دكتور نفس السلايد اللي راح يعني يعني ما تقريبا نفس الطول، يعني فعلى أساس أخذنا أنه هي أنه هي ما قصيرة؟ هذا لأنه شوية يعني كنت صاغ السكشن مالتهم، كنت صاغ البروبوسز، يعني البروبوسز أغرب لنا، أغرب لنا فصار أطول. اللي هي ذيك تكون كلش قصيرة، دحق عليها دقيقة دحق عليها هوني، دحق عليها شوني هسه احدد لك اياه. الكيوليكس بايبنز دحق على المكزيلاري بالب هير، هي كلش قليله، كلش قصيره فاشله. وهذول هاي صوركم اللي راح تجي ان شاء الله يعني بالمختبر ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين وكملنا. فالاشون تميزون اهم شيء هو الميل ولا فيميل قلنا، وثاني نقطه، ثاني نقطة هل هي أنوفيليز موسكيتو ألها أم هي كيوليكس أو كيوليسين موسكيتو؟ تمام؟ نعم. أحد عنده سؤال؟ طلاب؟ مفهومة إن شاء الله؟ دكتور أحمد؟ دكتور السؤال؟ نعم؟ دكتور الكيوليكس بايبنس يعني هي نفس الموسكيتو اللي موجودة في البيوت؟ نعم 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 شكرا دكتور. بعد عندك مداخلة مع دكتور أحمد معانا؟ أوكي كمل إن شاء الله. نكمل على الساند فلاي، الساند فلاي اللي أوف فليبوتوما الساند فلاي أخذتها أخذناها بالفصل الأول، إيش سبب لنا ديزيز الليشمانايسيس سواء كيوتينوس ليشمانايسيس أو فيزيرال ليشمانايسيس أو what is called sand fly fever disease.
انت لازم تعرفون كل ميديكال ارثروبود ايش ينقل لنا مرض. يعني اخذنا اللايس والديزيز مالته, واخذنا السركوبتسكيبيا والديزيز مالته, واخذنا الموسكيتو الانوفيلينز موسكيتو والديزيز, هسه بقت لنا الساند فلاي الاخيره. الساند فلاي ايش تنقل لنا؟ تنقل لنا الليشمانايسيس اللي هو كيوتينس ليشمانايسيس او فيزيرال ليشمانايسيس اختمه, او تسكول ساند فلاي فيفر ديزيز. لازم تعرفون كل ميديكال ارثروبود والديزيز اللي ينقلوه, هاي نقطة مهمة. ثانيا لازم تعرفون التشخيص كل وحدة. عشان نعرف التشخيص عن طريق المورفولوجي مال كل وحدة والهابيتات مالتها. المورفولوجي مال ساند فلاي انه هي كاركترستيك اللي دقوا عليها تكون يلوش تو براونش او جولدن يلو, كاركترستيك لهاي اللي تسبب ان حبة بغداد, كاركترستيك للبعوضة مالتها تكون صغيرة الحجم اصغر من الانوفيليز موسكيتو وتكون جولدن تو يلو عادة اللون مالتها, او براون يلوش تو براونش ان كلر. كاركترستيك اللي دحقوا على الهامبينج, الهامبينج يعني الباك مالتها شلون يكون دحقوا علينه همبت باك. اذا اشير الصورة اوضح, this is the humped back, كنيها ايش؟ كنيها محدبه. كاركترستيك للنقطه الثانيه الفي لايك بوستشر اللي موجود بالوينكس, والوينكس مالتها دائما في حاله في لايك بوستشر داون فيرتيكلي داونورد, تمام, عموديه باتجاه الاسفل, تكون مثل حرف الفي وتكون يلوش تو براونش وتكون همت باك وتكون سمولر ان سايز ذان ذا اذر موسكيتوز, وتكون only the female will transmit the disease مثل الحالة حال الأنوفيليز موسكيتو وب MSPs خاصة في ليبوتوماس ساند فلاي, تمام. هذه الكلينيكال أو الكاركترستيك المورفولوجي مالتها, تمام. هاي another picture تحكوا عليها, هاي الأدلت مالتنا, تقولون this is the adult of ساند فلاي. ليش ساند فلاي؟ لأنه هي صغيرة الحجم, نقارنها بس نعمل مقارنه بينه وبين الانوفيليز موسكيتو, تلاحظون انه هي اصغر حجما من الانوفيليز موسكيتو, وايضا بتكون جسمها من هيد وثوراكس وابدومن. الثوراكس مالتها كاركترستيكلي يكون, العفو, كاركترستيكلي يكون همت باك, قالينه همت باك ويكون هيري, ويكون مالتها البير اوف ذا وينجز تكون كاركترستيكلي في لايك بوستشر, تمام. والابدومن مالتها وعنده بلاد سكينج, وعنده ايضا 3 pairs of flakes, وعنده ايضا الانتنة. This is the life cycle. احنا قلنا الانوفيليز موسكيتو والساند فلاي يمشون بشيء اسمه complete metamorphosis, بس اللايس والسكيبز يمشون بالانكمبليت metamorphosis. الكمبليت metamorphosis خذوا عليها مثال الانوفيليز موسكيتو والساند فلاي. ليش complete metamorphosis؟ لانه بيها 4 stages اللي هي قلنا عليها, starting with X, then larva اللي تكون بيها stages, instar larva, 4 stages, 1, 2, 3, 4, ثم pupa, ثم adult. عندنا 4 stages, تبدأ بالegg, ثم larva, سواء هي كم stage ما لنا علاقة, ثالثاً pupa, رابعاً هي الadult. This is the adult. الساند فلاي والأنوفيليز موسكيتو اثنيناتهم يمشون بالcomplete metamorphosis, وأيضاً يحتاج له الى حد 30 60 دايز وتكمل اللايف سايكل مالته, وايضا تكون بالماء وبعدين تتحول الى انستارس ولارف وبيوبا ثم ادلت. عاده الانوفيليز موسكيتو تصير بالداون يعني بالدسك تايم, هذه تكون عاده الساند فلاي بالليل, تمام. اللي الاختلاف بالوقت ما مهم, ولكن الاختلاف بالشكل هو المهم اللي يميز لنا هل هي انوفيليز موسكيتو ام ساند فلاي. هسه نبدا بالساند فلاي. شلون نميز هل هي ساند فلاي الا انوفيليز موسكيتو؟ الساند فلاي قلنا they are ايش, smaller in size than the anopheles mosquito. ثاني كاركترستيك انه they are yellowish to brownish golden yellow in color, هذه تكون blackish grayish to blackish in color. كاركترستيك للوينكس مال مال ساند فلاي تكون في شيبد بوستشر, هون تكون black spotted وما تكون في لايك بوستشر. الترانسميت ذا ديزيز, هون عندنا الليشمانايسيس والساند فلاي فيفر, هون عندنا الملاريا.
وبهذا نكون خلصنا المختبرات، وإن شاء الله يعني فتوكم بيها، لأن هي يعني شوية الميل والفيميل مع الأنوفيليز والكيوليسينس هي اللي شوية تعمل خربطة، وما ذكرتوها كانت في المختبر، لأنه هاي راح تشوفوها إن شاء الله بالعملي بالتفصيل نرجع نعيدها. ولكن for you for you الصور ممكن تحملوها وتبقوها مع المختبر السابق، وطريقة إخراج الساركوبتس سكيبي ممكن أنزلكموه كفيديو أو ممكن أنزلكموه كطريقة رسم وشرح بالتفصيل. وبهذا نكون خلصنا. أوكي، بس اللي عنده أي سؤال على الساند فلاي طلاب إذا عندكم أسئلة. طيب إذا ما عندكم أسئلة بس ما ضري الفيروس يتنقل ساند في شوية مفهوم. شلون؟ دكتور الفيروس اللي تنقل الساند فلاي. الساند فلاي. الساند فلاي إيش يعني... تعمل لنا ليش منايسس ديزيز أو تعمل لنا يسموها ساند فلاي فيفر. أي. أي. الساند فلاي فيفر إيش تقصدين إيش نقصد بيها؟ ايه الساند فلاي فيفر ديزيز، يعني الساند فلاي هي عباره عن فيفر، هو عباره عن فايرال ديزيز دي تو سم فايروسز كان بي ترانسميتد باي ساند فلاي. زين الساند فلاي فيفر بعض منها يكون دانجر لانه يسبب منينجايتس. زين يعني مثلا الادريا فايروسز، التوسكانا فايروسز، نابلز فايروس، هذه تسبب منينجايتس. Other viruses فقط تعمل fever ما راح تعمل في neurological symptoms. أشهر واحد منه هو Sicilian virus. فالsandfly fever هي عبارة عن viral disease، هاي أكثر شيء تكون موجودة بالميديتيرين أريا يعني في مناطق البحر المتوسط، وعندنا أيضا ممكن أن تصل تكون موجودة. هذا عبارة عن viral disease زين can be transmitted by sandfly. أهم ما يميزها هي النيورولوجيكال مانفستيشن اللي ممكن يعني تعبه. نعم. ممكن تعمل منينجايتس، ممكن تكون فقط only fever. زين إحنا سألناكم طلاب what are the parasites transmitted by sandfly؟ أريد أحد يجاوب. إيه هاي مراجعة الفصل الأول. What are the parasites transmitted by sandfly؟ لا هي حتى من المحاضرات ما مطالبة. إيش مانيا؟ ليشمانيا. لا ما ليشمانيا. هي ليشمانيا ترانسميت. زين لو واحد من نسألكم what are the parasites transmitted by sandfly يكتب sandfly fever ايل viruses. طبعا احنا على نظامنا ما نعتبر الفيروس parasite، هو ممكن في بعض العالم يعتبرون الفيروس جزء من الباراسايت بس احنا ما نعتبره باراسايت. فاللي راح يكتب sandfly fever مع ليشمانيا يكتب الفيروسز فراح يتنقص. فاحنا بنسالكم وات ار ذا لما تنسلون اونلي ذا باراسايتس فقط تقولون ليشمانيا باراسايت. واضح سؤال دكتور احمد؟ واضح طلاب اذا كان مايكرو اورجانيزم ولا كان باراسايت يحدد. اوكي ايه. بعد اتكلم احد عنده سؤال الاخ؟ طلاب حتى إذا ما عندكم سؤال هذا وانطق يعني توكل على الله، وإن شاء الله كل أسبوع يصير عندنا لقاء سواء أنا أو بقية الزملاء إن شاء الله. توكم المحتوى مشكورين دكاترة الله يبارك فيكم. دللوا هلا ومرحبا هلا بيكم أهلا وسهلا. راح يصير يعني لقاء حي أكثر ما هو، وإذا عتسجلونه راح يعني نسجله احتمال يعني نلغي التسجيل الصوتي، بس نحن قلنا لأنه ما كل الطلاب عندهم نت فعملنا الطريقتين، وهي هاي كانت يعني مثل تجربة. فإذا نجحت إن شاء الله احتمال فقط العملي راح يصير فقط يعني بث حي حتى لا يسوي له إعادة، وإن شاء الله نلتقي بخير بالمختبر إن شاء الله. أوكي دكتور أكو من زينب أكو سؤال
دكتور ليش تعرف فيروس هو obligate intracellular parasite؟ وشون؟ يعني ليش يعني تعرف الفيروس انه obligate intracellular parasite؟ لان هو ما يعيش الا داخل intracellularly. فيروس فيروس حتى يعيش يحتاج له خلية، وما يعيش ويتكاثر الا يكون intracellularly، ما مثل البقية extracellular. حتى مقتد يطلع extracellular ينتشر ثم يدخل على خلية أخرى ويعيش، فيسمونه obligate intracellular. عبد الرزاق هو أكو نظام لتقسيم المايكرو أورغانيزمز. إحنا بالنسبة لنا نستخدم يعني التقسيم اللي يعني يختلف، اللي هو الباراسايتس هي عبارة عن هاي الترسوب الباراسايتولوجي، الفيروسز وعندك يعني المايكولوجي بحد هاي، والبكتيريا بحد. أكوش نظام آخر يقسم المايكرو بيولوجي إلى بكتيريولوجي بحد والباراسايتولوجي يضم له الفيرولوجي والمايكولوجي. أي شيء عندك... نعم دكتور. أكو ما يدخل المايكولوجي. أكو أي شيء هو عبارة عن أوبليجيت إنه إنتراسيولر، هذا يعتبر يعتبرونه باراسايت. الفيروسز هسه تروح بعض الكتب، أنا عندي بعض الكتب أقرأ بها إنه من يحكي على الفيروس يعتبره باراسايت. أكوش من يعتبره باراسايت فقط لأنه يعني طريقة الحياة مالته هو باراسايت. زين؟ وأكوش يعني من لا ما يقبل، يقول لا this is a different thing، هذا حياة مختلفة. زين؟ الفيروس طبيعته تختلف غير شكل. فهو هذه يعني التسميات إحنا عموما عندنا الفيروس نعتبره فيروس. زين؟ هذا فيروس، ولكن هو طبيعة الحياة مالته هي parasitic living intracellular، لأنه هو intracellular، هو obligate intracellular. هو صراحة كان طالب يعني تعجبت إنه يعني ليش قالت is not parasite ونحن بالتعريف ماخذينه parasite. هو يعني كان سؤال يعني is not a parasite. هو يعني هو not a parasite، ولكن معيشته هو تشبه معيشة الباراسايت في سمو المعيشة طفيلية، ولكنه لا نعتبره إحنا لا نعتبره طفيلي، لأن هذا النظام مالتنا هو مالكم على الأقل تدخل نفسكم بها، هو عبارة عن طفيلية الحياة، ولكنه ليس طفيلي فقط طريقة المعيشة. هو معيشته طفيلي، ولكن هو لا يعتبر باراسايت. ما من ضمن التاكسونومي مال الباراسايت. احنا بالنسبة لنا ما يعتبر باراسايت. زين، اكو من يعتمد طريقة الحياة بالتقسيم يعتبر الباراسايت ممكن يدخل عليها الفيروسز بالإضافة إلى الباراسايت سموه. بس هو عموما يعني ما هو الشيء الشائع، هو الشيء الرير كلاسيفيكيشنز الموجود اللي يعتمد على pattern of living of the microorganism، وهذا غلط يعني نوعا ما بينه غلط، لأنه genetics تختلف. يعني على سبيل المثال كان عندنا المايكروسبوريديا، انتم سامعين بها مايكروسبوريديا؟ خدتمه؟ ما خذنا، ما طعنا كمية. بعد ما لا لا هي أصلا ما طعنا كمية، هو هي المفروض تأخذوها مع كريبتوسبوريديا. المايكروسبوريديا هذه يعني إلى قبل فترة هي تعتبر بيور باراسايت. حاليا أكوش ترايلز إنه تطلعها من الباراسايت تدخلها وين؟ على المايكولوجي. يعني حالة نيوموسيستس كاريني. نيوموسيستس كاريني إلى حد يمكن 2003-2004 أتذكر كانت هي تعتبر باراسايت، بعدين تحولت صارت زين. فهوني هذا هو الأدق اللي يعتمد على الجينيتكس مالت المايكرو أورغانيزم. فأكون من يعيش على الليفينج، يعني هذا فتشي هو راندم، يعني شيء عشوائي، شيء يعني مجرد يعتمد طريقة حياة هذا المايكرو أورغانيزم إنه it is a parasitic living، فيقول لك هو عبارة عن باراسايت. ولكن هو بالحقيقة الشيء الساينتيفيك الصحيح اللي أنا بالنسبة لي أعتبره هو هذا يعني الأفضل، يعني أن الفيروس هو parasitic living ولكنه it's not a parasite، هو يختلف. لأن الباراسايت هو live، يعني هذا الباراسايت هو live. هسه تحت صايد يعني مثلا انتميبا هيستيروتيكا هي تبقى عايشة لفترة وبعدين تموت، تصير بيها disintegration، يستمر الميتابوليزم مالتها، تستمر الاكتيفيتي. بينما الباراسايت لا، الفيروس لا، outside the body كل شيء ماكو، عبارة عن كائن ميت. من يدخل داخل المايكرو السيرف لا يكون غش. تمام، شكرا جزيلا. لا تدخل نفسكم في هذه الأمور يعني.
اي نعم هو اهم يعني الطالب من قاعده يعني شكرا للدكتور عشتيت كم يعني وصلت الفكره ان شاء الله عشتيت كم يعني كلش اوكي استكم يعني تكون تاخذوا راحتكم نعمل ليف وانت بهمين عبد الرزاق طل يعني يطلع لكم البقيه اوكي يلا شكرا ومع السلامه مع السلامه دكتور شكرا جزيلا مع السلامه